صباح النور دكتور. طيب ان شاء الله اليوم انت رابعه مش هيك؟ نعم دكتور. طبعا بدي منكم شغله وانتبهوا علي. لما اسال سؤال اي حدا يجاوب يسمعني صوته. اي حدا يجاوب ويسمعني صوته ان شاء الله. اسمه مش انا سجله، انا اعطيتكم قبل المره هاي، اعطيتكم قبل المره هاي. لا ما اعطيتكوش. طيب بس محاضره راوند. لا راوند لا. طيب هلا احنا شفنا هاي اول صوره، اول صوره، فبدي حدا يصف ما يرى واسمه كامل. ما بحطش علامات على بغلط، ما بحط علامات على بغلط، بس ما بعت ما بسمع صوتي بعتبره غايب وصفر. عارف يعطيك العافية دكتور. اجاوب عارف، خلينا نسمع. عارف انت شو اسمك اللي حكيت؟ انا عارف مطيري دكتور. عارف مطيري واللي حكى وما طلع له شو اسمك؟ داود عمر العروري. داود العروري. نعم. خلينا نحكي مع عارف. مع عارف تفضل يا عارف. ما نعم. ترى والله ارى طبعا بيرنت سكن، واظن انه من الدرجه الثانيه، كون انه في بلسترز او البلسترز هذول مبينات على. نعم عارف عارف عارف. ممكن هاي المريضه يكون عندها بير. نعم ممكن، لكن انا ترى لما قلت شو شايف ولازم تعودتوا علي، أني ما بقفز للاستنتاج، أني بوصف ما أرى. شو شايف بس؟ أنت شو شايف؟ مش ليش اللي شايفه موجود، شو شايف؟ هيك معنى لما تقول شو شايف، بدك توصف اللي شايفه. وصف عادي، شايف أنا الرمثة هلا قبالي والشمس طالعة وشوية غيم وفي سيارات ماشية على الطريق وما فيش مطر. فهمت علي؟ نعم. ليش انا بتطلع مش شايف ولا حدا بعرفه؟ لاني كنت راقب اشوف لو واحد بعرفه يجي. فهمت؟ فانت الان بدك توصل اللي شايفه، بتحاول تفسر هذا الموجود وتربطه في باثولوجي وبعدين بكوز. فاهمين علي؟ هيك 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 الطريقه العلميه بالإكزامينيشن والإنسبكشن بالذات. فخلينا نرجع نقول شو اللي شايفينه. طيب شايف هايبر اريثماشيوس سكن في عندنا. انت وش شايف؟ لور لمس عشان نحدد. انا قلت لك شايف الرمثة، ما قلتش شايف الصريح. نعم شايف لور لمب. لور لمب. نعم شايف لور لمب. نعم. اوكي. وهذول لور لمب كلور لمب شايف فيهم اشي؟ نعم. قبل ما تدق بالاشي اللي grossly abnormal. ها اللي مش عدد. اوش الرجلين نفسهم. شايف لور لمب ديما اول شيء. ايوة شايف احسنك. هلا انت شايف بوث لور لمب. نعم. فيهم إديمة. غير هيك شايف بلسترز وفي بلستر. نعم. وشايف إريثيما أو شايف إديمة. نعم. وشايف سكن لاس in some regions of the lower limb اللي هم بال شايف area of skin loss. لذلك لما احنا نشوف انا شايف both lower limb. هلا ميل ولا في ميل؟ يعني يهيأ لي انه هاي في ميل. طيب يهيأ لي، بس اقول لك يعني اعطيك اشي ليش عرفت انها في ميل؟ بجوز يعني بعرف اللور ريمز ار سوولن.
الأصابع مبينات إن سوولن فيهم شوية deep discoloration على الرايت سايد مظبوط التوز طلع لونهم داسكي مظبوط البيك تو بالرجل اليسار الكلر تبعه بينك مظبوط كأنهم واحد أطول من الثانية هيك يهيئ لي بجوز ما يكون شيء بجوز يكون كافة رجلها بس مبين إنهم يعني واحد أطول من الثاني مظبوط ولا أنا غلطان مظبوط بجوز يكون غلط أيضا شايف في both lower limbs فيهم multiple one ليجن على الدورزم of the left foot with skin loss شايف الرجل اليمين فيها هايبريميا وردنس وفي area of skin loss على أكثر منطقة على الدورزم of the foot وفي عنده multiple fluid filled ساك فلويد فيلد ساك انت قلت عنهم بلسترز اوكي هذول ذهر بلسترز فلويد فيلد ساك بلسترز اور بولي موجودين على الليفت بيج تو دورزم اوف ذا رايت بيج تو وموجودين فوق على الليج تقريبا بالميد ليج مظبوط مظبوط في عندنا حوالين وفي واحد هيئته جاي تحت مظبوط يعني تحت البلي الكبيره في ون بلي موجوده تقريبا مدوي بين الانكل وبين البلي كبيرة يعني مشان نفع مع بعض هلا في اشي مبين علينا فوق وتحت البلي كأنه سكين لوس مش هيك والسيركمسكرايب راوند تو اوفل اريا وذ ديبريشن covered with tissue which are different from the surrounding skin. مظبوط؟ مظبوط. طيب. هلا خلصنا هلا حددنا شو اللي احنا شايفينه. مدام حددنا اللي شايفينه بدنا نعمل دماغنا في what might cause هالفكتشر هاي bilateral lower limb swelling نعم وكلي وسوبرفيشال ألسرز سكين لوس شيك دكتور نعم أنا محمد فيصل دكتور مش على الرايت ليج في finger loss resection maybe أو لأنه أربعة شايف عد أيوة سن واحد اثنين ثلاثة أربعة في واحد مش موجود مزبوط 100% في مس أحسن مس تو ويبدو إلي إنه الكنتور تبع الرجل وكأنه التو هيك رجلها ما فيش عندها أصلاً إصبع بس ممكن يكون أمبيتيتد هلا إذا بنتطلع محل التو اللي مسن في وايت مزبوط
وايت لاين صح مظبوط ولا هذا شرشف ها بجوز انه شرشف بجوز انه الشرشف طيب زين what might cause or possible explanation of this finding burn burn هاي واحد burn maybe okay. diabetes diabetes لحاله ما بسوي هيك يا حبيبي الله يرضى عليك انت محمد معك دكتور diabetes دائما عمركم تستخدموا كلمة diabetes diabetic complication مثل neuropathy suppressed immunity peripheral arterial disease renal impairment شو دخل renal impairment المريضة زي هاي دكتور الإديمة ها الإديمة ده في عنا renal impairment عشان هيك ممكن يبين عندها الإديمة مين انت داود العروري داود العروري طب بدي حدا غير عارف داود ومحمد رينال فيلير وفلويد اوفرلود لانه ليش اذا يعني بدنا نفكر الدايبتك كومبليكيشن انه عامله رينال امبيرمنت لانه عاملها بايلاترال إديمة مظبوط طيب بايلاترال إديمة شو في other causes of bilateral إديمة في heart failure دكتور ممكن هاي المريضة يا أحسن شو اسمك خالد ضراغمي دكتور خالد ضراغمي جمنت المرة الماضية كنت معي كيف تقول لي ما داومتش معك أنا كنت معك تضحكوا علي انتو؟ لا والله دكتور طيب ماشي أهلا وسهلا فيك طيب heart failure اوكي heart systemic يعني disease heart failure غيره دكتور hypothyroidism لا الزلمة hypothyroidism بعمل bilateral edema ممكن بس يعني والله ما بفكر فيها الساعة يعني أنا أفكر بالcommon things اسمعني دائما أنت تستنفذ الcommon things وبعدين إذا ما لقيتش الcommon things بصير تدور بالrare causes بس يعني أنت بجوز أنا شخصيا عمري بعد 35 سنة أكبر منك بسنتين ثلاثة أربعة ما شفتش الله يسعدك ما شفتش هايبوثايروديزم عامل لي بايلاترال إديما لدرجة إنه يسوي لي هيك وضع بجوز فيه بس أنا ما شفتش فيعني it's not common طيب غيره لمفديما دكتور كل فاس لمفديما شو اسمك اسمك دانا جمال إيش دانا جمال مش فاهم والله ما سامع دانا جمال دان الجهني دانا جمال دانا جمال مش الجهني دانا جمال طيب قلت ليفر ديزيز مظبوط صح دكتور ايمتى الليفر ديزيز بيعمل لنا بايلاترال لور الميديما بالليفر سيروسس دكتور stages early ولا late ممكن early late stages ليش early علاش نعتمد علاش تعتمد اللور لم إديما بالليفر سيروسيس ألبومين ألبومين واحد شيك وغيره دكتور البورتال فين
يرفع لنا انكريز بورتال فين بريشر، فممكن يصير في عندنا فينس ستين لتحت. بورتال فين بيسوي على الجي اي، ما بيسويش على اللور ليمب يا حبيبي. دكتور ما بي لمف ادينوباثي؟ ايش لمف لمفوباثي؟ لا هذا موضوع ثاني نحكي عن ليفر سيروز. احنا دكتور ممكن في بيان احكي شو اسمك؟ بيان. بيان ايش؟ بيان ابراهيم محاسن. بيان ابراهيم محاسن. محاسن دكتور نحاسي؟ يس. ليش نحاسي؟ المحاشي. محاشي؟ نعم. من وين محاشي؟ من عجلون دكتور. من وين؟ عجلون. من عجلون؟ يس. من أي بلد؟ في قرية بعيدة قريبة على الأبوار اسمها حلاوة. أنت من حلاوة؟ آه. طب منين جايب يعني محاشي؟ منين جايب يعني محاشي؟ لا دكتور أصلاً في عيش المحاشي موجودة بحلاوة الهاشمية، في جزء منها بالوهاجم إذا بتعرف المناطق. بالله عليكي. آه والله. آه بعرف المناطق؟ طيب كويس. ماشي هذا للعلم والفائدة بس. طيب هلا قلتي لي إنه شو كنت بتحكي عن الكوز باللي مرسل روسس بخلص عند سوائل غير الهايبو ألبومينيميا؟ الكوزس؟ أنا دخلت أشارك إنه ممكن لو أردين بالسوالين يكون سبب الديب بين. اسمعي في بقطع الصوت تبعك، شكل الكمبيوتر هذا له مشكلة مع صوتك، يا بتبعدي يا بتقربي تفضلي. دكتور بدي أنا أحكي إنه ممكن يصير بديب بين الشمس، يعني يكون سبب اللور دم ليش اللور دم ليش بالليفر سيروسس يصير في عندنا إديمة؟ هذا هو سؤالي. قلنا هايبو ألبومينيميا يس، والهايبو ألبومينيميا إس. هل عدتوا مش الليفر سيروسس بتقسم إلى child grade أو stages؟ ممكن كمان الهايبرليبيديميا ممكن كمان تسبب. لا إنه هاي أمونيا ولا لا الأمونيا هذيك العلاقة بالليفر فيليا accumulation of ammonia بيصير عندهم ليفر فيليا. طب ليش ما بتفكروا بالهرمونز اللي لهم علاقة بالفلويد ريجوليشن وذير ميتابوليزم ان ذا ليفر؟ شو رايكم؟ مش هذول لهم ميتابوليزم بالليفر ذا ليفر ويل ديستراكت ذم، وهلا ببطل عليهم ديستراكشن وبصيروا يشتغلوا وظلوا يشتغلوا، فبخلوش الكد الكلوة تشتغل كويس. وين رحنا؟ على الكلوة، للليفر على الكلوة. شو الفلويد شو الهرمونز اللي الدستيرون. طيب بس هذا مشان يعني احنا استفزكوا في الهولستيك ابروتش لأي مريض، واضح؟ طيب ليفر سيروسس، ولذلك يعني لما بدنا نكمل اكزامينيشن للمريض we have to look for all these things: heart failure, liver cirrhosis, renal impairment غيره. هلا كان حدا يحكي غيره سوي lower limb edema medication. ها medications medication تعمل lower limb edema للكالسيوم. دكتور فينوس انسفيشنسي. فينوس انسفيشنسي، حتى فينوس انسفيشنسي يا بعد عمري. حتى شو اسمك انت؟ احمد حيمور. احمد حي
مور. طيب يا احمد حيمور حتى الفينس انسفيشنسي يعمل باي لا ترال إديمة وين بده يكون الاوبستراكشن؟ ممكن بالفينا كافا. اوكي ممكن هاي المريضه تكون عندها انفيريور فينا كافا اوبستراكشن او مش متاكد منهم دكتور. بلفيك ماس ضغط على الالياك فينز لايج بلفيك ماس مزبوط. دكتور ولذلك الستات الحوامل مش بصير عندهم لور لم قديمة. الماس اللي عندهم مش ملقنة حميدة لون بريغنانسي واليوترس المليان صح؟ دكتور يعني طيب غيره دكتور ممكن نفروتك سندروم يعني له علاقة بالكلية. ايوه بس خلاص لما نقول له علاقه بالكليه بصير كرونيك رير امبيرمنت. لا اذا مش كرونيك عندهم اكيوت جلوميرولار انجري عندهم نفروتك سندروم. شو النفروتك سندروم صحيح؟ خلنا اتذكر انا والله ناسي نسيته لما كنت بالاطفال قبل 5 سنين بقيت اعرفه هسه نسيته. شو النفروتك سندروم؟ البروتين لوس باليورين. بروتين لوس باليورين. لماذا يحدث عندنا بروتين لوس باليورين؟ causes of nephrotic syndrome. ما توقع بصير عندنا دامج للبيسمنت ممبرين. اي بيسمنت ممبرين؟ الجلوميرولر. يعني في عندنا جلوميريو اكيوت جلوميرولونفرايتس شيخ ودمج للجلوميرولاي. اظن ممكن يكونوا دراج انديوس وممكن يكونوا ايديوباثيك وممكن يكونوا اميونولوجيكالي ميدييتد. الم اكيد اذا مريت انتوا على الباطني مريتوا على الباطني؟ نعم مريتوش على الاطفال بعدكم؟ لا خلصنا الاطفال ان شاء الله بالله عليك. نعم طيب يا زلمه بالاطفال بوست ستريت ستريبتوكوكال اكيوت جلوميرولونفرايتس وفي عندك فوكال جلوميرولونفرايتس يعني انا نسيهم ترى انتوا لازم تذكروني فيهم على هذول ذكروني ان شاء الله يعني وين انت بدكم تذكروني فيهم هلا تذكروني فيهم طب كيف تشخص الاكيوت جلوميرولونفرايتس كيف تشخص ها urine analysis شوف urine analysis مشان تقول انه في والله acute glomerulonephritis presence of proteins a protein proteinuria طيب ممكن hematuria as well لا hematuria لا red blood cell casts ولا white blood cell casts اوكي red blood cell cast highline بادس طيب زين طب هذول تبعونا كريتيكال مارن فرايتس شو بتلاقي معهم عوامل اخرى مشان تكمل التشخيص تبعك بروتينيوريا وايش كمان هايبر ليبيديميا ليش بس not part of the not part of the diagnosis of glomerulonephritic syndrome hypoalbuminemia واحدة دكتور ممكن انه نعمل لهم اللي هو blood urea nitrogen طيب بنلاقيه هايبرتنشن يا زلمه يسمع هذول المرضى كلهم بيسموا هايبرتنشن ولا لا لا كان دكتور ها مزبوط دكتور طيب
وبتعمل ميورال اناليسيس وبت يو سسبكت انه عنده كلينيكال بيكتشر سجستيف اذا كان عندهم بوست تريبتوكوكال انفكشن ولو انه اظن هل هي بطلت تشوفوهم هذولا. بس بزمننا كان كثير تشوف انت بوست تريبتوكوكال نيفروتيك سندروم اكيوت. طيب ماشي تعمل لهم اناليسيس بعدين ممكن تضطر اخيرا تعمل لهم بايوبسي. وطبعا في تايبس اوف جلوميرولونفرايتس ولا لا، وممكن المريض يكون عنده اوتو اميون ديزيزز مثل سيستميك لوباس ولا روماتويد ارثرايتس، مش هيك؟ صحيح يا باي. وين رحنا احنا؟ وين رحنا؟ طيب هاي خلصنا من السيستم كوز اوف بايلاترال لور لم اديما. هلا لوكال كوزز دكتور ممكن عندها بايلاترال دي في تي. هل هذه المريضة التي أمامك تتوقعين أن عندها كرونيك دي في تي؟ لا. لماذا؟ لأن بايلاترال. لا ممكن يصير بايلاترال دي في تي، ممكن بصير. بس هاي المريضة لو عندها كرونيك يعني فينس انسفيشنسي ديو تو اول دي في تي، ما في فاريسز دكتور. ما في فاريسز. واحد احسنت. مين ما فيش لايبوديرماتوسكلروسيس؟ مش مبين الجلد هياته سموث وما شاء الله عليه؟ مش مبين ثينينج اوف ذا سكن؟ مش مبين ديسكالريشن ولا في وسبشالي ان ذا جيتر اريا؟ مظبوط. ولا في اكزيما صح ولا انا غلطان؟ صح. ولا في بريفيرال ساينوسس؟ يا سلام. لا في شويه يعني اذا بناخذ الاجر اليمين فيها شويه ساينوسس مظبوط. نعم. طيب خلينا نرجع على what might cause this problem. شو رايكو اني بدي ابيعكو شغلة ونشوف كيف ننفع؟ شو رايكو بالهيدروستاتيك سويلينج؟ صح. شو يعني هيدروستاتيك سويلينج؟ هيدروستاتيك سويلينج اللي هو لما يصير drop in the oncotic pressure from the interstitial to the extrastitial space، يخلي الفلود يروح من الانترستيجل للاكسترستيجل ويسبب اديما. طب لماذا؟ انفلاميشن. انفلاميشن. لا يعني اذا واحد زمان اذا واحد مقعد على الكرسي كثير وبدندل رجليه صح ولا مش صح؟ صح. طيب اذا واحد اموبايل وما عندوش مصل اكتيفيتي بصير عنده اديما ولا بصيرش؟ فيعني هاي المريضه اني بقول لازم اتاكد انه هذه المريضه اول شيء موبايل وفي عندها حركه برجليها وكيف بتقعد على الكرسي، قديش تمن على الكرسي، وسبشالي إذا كان عندهم element of renal impairment، element of liver failure، element of heart failure، فبوستشغل بتسوينا صح؟ صحيح دكتور. صحيح. طيب ماشي
خلينا نرجع نقول على اللي حكاه زميلك بالأول، هاي ممكن تكون بيرن. مظبوط مظبوط. البيرن بصير في عندهم بلسترز، بصير عندهم بولي. طيب شو هو هالبيرن اللي ممكن يأثر على الرجلين الثنتين؟ بدك تفكر فيه. كبت عليها مي ساخنة؟ ممكن. طيب إذا كبت عليها مي ساخنة، المي ساخنة بتيجي بهاي الديستريبيوشن؟ عادي طبيعي، لأن تناء على الرجلين ممكن تكون هي شايلة مي أو كوب ونكب عليها على الأجل. وقع ونكب عليها. نعم. يعني معقول كل شيء بصير، حتى لو قالوا لك العنزة بتطير بصير. طيب شو في other causes لأنه المريض يصير عنده بهذا الشكل؟ ترى بفرق لو كانت بس رجل وحدها، فاهمين علي؟ لو ممكن. كانت رجل واحدة اللي سوولن وفيها البلي بجوز تفكيرنا يصير مختلف شوية. بنرجع بنرجع نفوت مرة ثانية. مظبوط؟ نعم. طيب شو في عندنا شيء ثاني؟ ممكن يكون كيميكال بس less likely لأن chemical is associated. كيميكال بارن زي المي الساخنة. نعم. يعني احتمال احتمال إنه كب عليها، بس عادة يعني الكيميكال بارن يسوي لنا second degree بارن. ممكن ممكن والله ممكن ممكن. بس هل البارن بيسوي لنا swelling بالبوت lower limb؟ نعم. ولا لاحظوا انه احنا مش عم بفكر بكوزز برجل واحدة لوكال، عم بفكر بشي الثنتين لان الثنتين اللي فيهم نفس الفايندينج. طب ممكن الانفكشن دكتور ممكن واي. طيب خلينا نقول انه الانفكشن ممكن انه هاي المريضة شهاد بايلاترال لور لمب انفكشن. خلنا نطلع على الرجل اليسار، شو شايف عليها اليسار؟ هس رجلها اليسار يعني ما عليه ولا زي اليمين، بس ممكن انه لفوق يعني ممكن ديستريبيوشن شوي مختلف او مش مبين معنا. حل هاي الراوندد الراوندد ليجن والسوبرفيشال، ها وتلوك لايك سكن لوس يعني ألسر، لا ارج ألسر هاد بولي زي هذيك البولي، لو انفزرت البولي بتسوي لنا سوبرفيشال ألسر شوية إيروجن بالسكن. طب فيها evidence of infection؟
دكتور يمكن دكتور ريدنس وين وين هالبي رجل رجل يسار في شوية ريدنس دكتور وين وين جاي ريدنس البوردر 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 فيها ريدنس قديش ريدنس هذا يعني مساحته 5 سنتيمتر من البلستر 5 سنتيمتر هاي البلستر هاي محل بلستر 5 سنتيمتر بس حواليها الريدنس أنا شايفه زي كريسد بجوز هذا سكن فولدد بس الرجل نفسها ما في evidence of cellulitis لين هاي العنصر ما فيش tongue of spreading infection swelling is generalized لكل الليمب ولا أنا غلطان ذاك كان صح صح أقول غلط لا صح طيب نيجي على الرجل يمين which is an ulcer superficial one good very superficial well circumscribed sloping edges في دسك دسك لاجم الفود بجوز تكون old infection مزبوط طيب نيجي على البني الفوقانية translucent فيها clear yellowish fluid مزبوط هذا حكي معقول بلكي مش فلويد هذا لاحظ لما تشوف لازم تفكر انه هذا فلويد طب الفلويد اللي فوق بالبلي شو مقارنة بالفلويد الموجود على الدورزم of the right big toe مش رد لونه لا ديبر كلر تبعه ديبر شيخ اللي على البكتو وذاك مور يلوش لأنه الرجل تحت فيها استاجنيشن أكثر من اللي فوق كل فلويد اللي فوق بيجي يتجمع تحت ففي استاجنيشن طيب هلا هذا إحنا اللي شفناه مظبوط ممكن تكون هذول اسكيميك في عندنا اسكيميك بولي ما اتوقع لا في كيف هلا راح اودي اورجيك اسكيميك بولي بعد شويه اسكيميك بولي شو اللي بخلينا نقول إنه unlikely هذول يكونوا اسكيميك بولي لأنه في area of redness وما في signs of cyanosis ما فيش أفيش area of gangrenous skin نعم مظبوط يعني هاي لو كانت superficial ulcer due to ischemia كان ما بتشوف الريدنس لو جرانش تيشو كان بتشوف الإج they might have necrotic patches بدنا نرجع حيات مشان نعرف شو بسبب الكوزس تبعها وين الاكزامينيشن دكتور ليش بدنا نشوف الايد ما بيتنج ولا لا نفحص الايد ما نفسها هسه لو كانت بيتنج اذا بدنا نفكر ايش سبب فلويد ريتينشن اذا كانت نان بيتنج ممكن نفكر بشيء لوكالايز زي مثلا الليمفيديما ممكن الليمفيديما تكون بايلاترال ممكن صح ولا لا
هذا دكتور اذا كانت الليمف نودز المتاثره بالبلفيك ريجن فبتسحب لما تقول لمفديما ما بتحكيش عن الليمف نود انت بتحكي عن ليمفاتيك ابنورماليتيز يا اما مسكرين اكويرد ها والله يكلموا مسكروا اكويرد بايلاترالي ها او كونجنيتال وممكن يكونوا بايلاترال مظبوط اوكي بيتنج ات از ا بيتنج اديما يلا كمل هاي شفنا بيتنج ومن بيتنج بدك تشوف السيركوليشن تبع الرجل بدنا نقارنهم ببعض الثنتين اه استثني الاسكيميا نعم في علامات ممكن في علامات اسكيميا غير اللي قلنا عليها على الاجس تبع الوند والوند نفسه على الرجل نفسه في عنده علامات اسكيميا لا ما في دكتور وين طلعت فيش ويستنج يعني رجل يعني في عنا إيروجينز بلسترز بولس بس ما في يعني زي ما حكينا جانجرين أو طيب. أي علامة تدل إنه فيه إسكيميا فيش عندنا they are not pale وفي pink disc color وإذا بنفحص الكابيلاري في الجزء كله كويسة أقرش بالرجل اليسار اللي فيها كمان نفس changes النيل شو رأيك بيهم يعني نيز مش سكيلي ولا إشي طبيعيين وبمحلهم فإنه ممكن نحكي في كمان في جود سكيلي أنا شايف إنه النيل تبعات الرجل اليمين فيهم ديفورميتي بيار أوبيك ها والطرفهم كأنه بريتل ففي عندنا نيل تشينجز شو أسباب النيل تشينجز غير الاسكيميا ممكن ديفيشنسيز زي مثلا ارون ديفيشنسي او مشاكل بالكيدني مشاكل بالكيدني نفسها نيورولوجيكال نيورولوجي طيب البلسز تتوقع هذول بلسز عند المريض هاي ويك ولا كويسين؟ هسا ممكن يكونوا ويك بسبب الإديمة ما نقدر يعني نحس كويس على الأرتري طيب وعملنا دوبلر ألتراساوند هاندل دوبلر شو رايك؟ هسا بالدوبلر اي ثينك ممكن نسمع كويس بس إذا بدنا نحس البلسيشن بإيدنا ممكن يكون ويك بسبب الإديمة ماشي بسبب الإديمة فإذا معناته بنحاول نحسهم ونتوقع أن هذول البلسز عنده كويسين في إشي بيخلينا نقول إنه البلسز ممكن ما يكونوش كويسين إنه في عنده مستوز بالرجل اليمين وهذا ممكن نشيله لأنه it has infection وممكن لأنه it was ischemic طيب شو رأيك بالسنسيشن عند عين المريضة السنسيشن هذا ما كان في عنا نيورولوجيكال باثولوجيز مفروض ما تتأثر يعني صح في إديمة ممكن يخف سنسيشن شوي بس مفروض ضل تحس بدنا نفحصهم ممكن يكونوا موجودين وممكن يكونوا أبسط طب شو رايك بالموتر فانكشن بدنا نفحص الموتر فانكشن نطلب منها يعني من قيس إحنا الباور تبعت المسل زيتو نطلب منها تحرك يعني رجليها ده في موتور فانكشن يعني حركاتهم تكون في موتور فانكشن طيب نسألها تحرك اصابعها تحرك كعبها تحرك على انكل ونشوف الموتور باور تبعتها طيب ماشي نحس البوبليتال بلس ونحس الفمر البلس طب ممكن تحس التمبريتشر تبعت المريضة احنا يعني من قصة من الفايتلز cold or warm اذا استثنينا الاسكيميا
واستثنينا نيورولوجي، ظل وين نروح؟ نشوف اليورولوجي، نشوف الكدني. الكدني كيف نشوف الكدني بالفحص؟ جاهز يعني مثلا ممكن لو شكل مشكلة بالكدني ممكن نشوف إديما بمكان ثاني غير اللور لمب، كمان بلي أوربيتال مثلا. نشوف علامات نعتذر عن الخلل الفني اللي جاء من عندكم ولا من عندي. ترى شكله أصلا في مشكلة بالنت عند الكل، لأنه الكل الصوت عنده ضعيف. النت ما هم هالسعيات نسيوا حارس الصبة إنهم يعدلوا النت، وبدهم يعلموا إلكتروني. طيب إذا بنفحص الهارت نشوف الأبكس بيت ونشوف إذا في دايلاتيشن بالهارت ولا لا، لأنها متوقع يكون عندها هارت فيلر هاي المريضة، وتوقع أن يكون عندها المريضة إز نط موبايل وما عندهاش باور أو عندها باور، نتوقع يكون عندها ليفر سيروسس. إذا ليفر سيروسس الليفر بجزء ما نحسوش، بنحس سبلين بكون اللاش مظبوط اللي قلت البورتال هايبرتنشن. خلصنا الاكزامينيشن وما لقيناش عندها اشي الا انه المريضة شي از اموبايل، شي از اموبايل، واضح جدا ان هاي المريضة اوفر ويت ويمكن يكون عندها هارت فيلير. بدنا نكمل انفستيجيشن، شو بدنا نسوي؟ شو الانفستيجيشن نطلبها إلها؟ دكتور منها موبايل ممكن مثلا نشك انه صار في عندها مثلا بلاد ستيسز بالفين وصار في دي فين ثرومبوسيس، فممكن نستخدم دوبلر نتاكد من الفينز. لازم قبل الدوبلر انا قلنا اللايكلي انه يكون عندها دي فين ثرومبوسيس، هاي اللايكلي بس ممكن يكون، بس يعني قبله ناخذ لها سي بي سي. اذا لقينا عندها انيميا والطايب اوف انيميا نشوف الالكترولايت تبعت المريضه، اذا عندها رينال كرياتينين يوريا ألبومين مزبوط، ممكن نعملها تشيس اكس ري ونشوف قديش الكارديك سايز سيمبل.
طيب لو أجينا إحنا من غير ما نتطلع على رجلين المريضة، أول ما اطلعنا عليها أخذنا هيستوري، ترى أخذ الهيستوري من هاي المريضة بيعتمد على الإمبريشن اللي كوناها من نظرتنا للرجل. نظرتنا للرجل إنه this is due to systemic cause مش local cause. فشو اللي بدنا نسأله؟ دكتور في انفكشن ببالي بس ما بعرف بيعمل إديمة ولا لا، البولس انفيجويد هل بيعمل اللي عنا لو عندنا إديمة زي هيك؟ سكن قصدك سكن باثولوجي شيك؟ طيب سكن باثولوجي مش لازم يكون موجود بكثير محلات أكثر من اللور ليمب؟ سيدة بس على اللور ليمبز إذن ممكن مش انفكشن على الأغلب، مش سكن باثولوجي مش انفكشن يعني. سكن باثولوجي بيجوا بولي وبلسترز وبليكس وألسرز مثل الساركويدوسيز ومثل الميديرما جانجرينوزم ومثل بولس منفوغويدس. أنا بعرفهم مشترى كلهم هذولا، بحبهم مشترى لأنه يعني أقل عضو أو وعضو هذا ولا نسيج، أقل عضو بالجسم مدروس ومفهوم هو الجلد، صح كلامي؟ لا دكتور، ما أخذناه بالأطفال وكثار لهسه ما حفظناهمش أمراض الجلد كلها هاي اللي بتصير أمراض الجلد، بس معظمهم النون إتيولوجي. في جزء من أمراض الجلد معروفة لدينا اللي له علاقة بالأوتو إميون ديزيز والكرونيك إنفلاميشن، روماتويد أرثرايتس سيستميك لوبس إريثروماتوزس اللي بصير معهم سم سورت أوف فاسكولايتس. هذول سبيسيفيك ممكن يكون عندهم إريديما نودوزم، هاي مش إريديما نودوزم. تعرف شو الإريديما نودوزم؟ بتكون زي شكل حلقات حمراء على الرجل. انيولر بس دائما تكون ريزد، وممكن تظهر في اماكن مختلفه. ساركويدوزز very rarely it can cause skin ulceration. بايديرما جانجرينوزم skin disease associated with inflammatory bowel disease. روماتويد ارترايتس systemic lupus مظبوط، والأذر بطلج تبعات الجلد. طيب شو بدك تسألها المريضة هاي؟ painful ولا painless؟ شو بتفرق معك painful ولا painless؟ اوكي بالبلرن شو في عندك انسر بيلس بالجلد؟ اللي انا بعرف السفلس، وهي مش سفلس. غير شو في انسر مش بين فل؟ دكتور الاسكيميك ألسريشن مو توصل درجة إنها تبطل. They are painful. Neuropathic ulcers are not painful. Hydrostatic ulcers are not painful. إلا إذا get infected.
طيب نسألها تحرك ولا تحركش؟ أول سؤال نسأل تحرك تحركش. إشي is bedridden. إشي is unable to walking. إذا صار عندها paraplegia أو hemiplegia. إذا بتقضي ممكن المريض يكون كريبل مش من لأنه عنده neurological problem. بقدرش يمشي لأنه وزنه مفاصله قلبه ساعدوش is very weak. هذه المريضة she is immobile patient وبتقضي معظم وقتها قاعدة على الكرسي وعندها element of heart failure. But these are hydrostatic ulcers and bully. بس قبل ما تقول هيك you have to exclude كل اللي قلنا عليه. ماشي؟ انقل لنا بكفيكوا هاي ولا بدكوا اكثر؟ بكفيكوا؟ زمان دكتور. لا بسألكوا يعني اكتفيتوا صار عندكوا استوعبتوا الموضوع بتفكروا فيه ولا نكمل؟ خلينا ننقل على مريضة ثانية نفس الشيء عندها بعض المشاكل بالرجل ونشوف كيف هو يعرقون تو ابروتش. لا هذا نشية او ليشون براش. خلونا على هذا المريض. يلا يا فتيان ويا فتيات هات خل نشوف شو شايفين مش شو اللي عند المريض شو شايفين. نيكروتيك تشو ممكن؟ في عنده نيكروتيك باتش او ليش يكون نيكروتيك بلكي ملولين وتلوين احنا بالنخدع. There are black discolored patch over the left heel medially. مظبوط؟ مظبوط دكتور. طيب هذا اللي احنا شايفينه غيره كأنه في bleeding كأنه في discharge قصدك او discharge. اه مظبوط. اه عنده على الغيار تحت فيه نقطة ديسشارج بلاك ديسكالر بجوز تقول عنها بلد انت بجوز او باس بلد ديسشارج. طيب غيره في سكيلي سكن في فوقية سكيلي سكن غيره في ديفورميتي بالتوز. وينهم الديفورميتي بالتوز؟ انا غير شايف البكتو فقط لا غير. انت شايف غير البيكتو؟ لا بس البيكتو في ديفورميتي. شو هي الديفورميتي اللي فيه؟ شكله مش طبيعي. اه شكله مش طبيعي. بس شو يعني شكله مش طبيعي؟ ما الى اليمين ما الى الشمال اوفر توز اوفر رايدنج بروميننت هيد اوف ذا بارسل ولا سوولن؟ swollen اسبانتي swollen. غيره الكلر بسكي مظبوط. غيره تعرف وين الميديال ماليولس؟ اطلع على الميديال ماليولس فوقيها بالضبط شو فيه سكار. أحسن. مين انت؟ داود. داود شو هذا سكار يا داود؟ وصف لي اياه. يعني جاء لونجتودينال طالع فوق الميديال ماليولس طالع لفوق. أحسن. لونجتودينال طالع من الميديال ماليولس انتيريولي وطالع لفوق
وشكله عمره قديم لأنه الكلر is white وال سكار مش elevated ولا pink. فيعني أقل شيء هذا عمره أقل شيء سنة. طيب غيره غيره يا بي لاحظ احنا شفنا انه في عندنا باتش في جانجرين وتركنا الباتش في جانجرين وصلنا نتطلع على الباك جراوند تبع الرجل. سلامات يا زعيم كيفك حبيبي شلونك؟ وصلت انا موجود في مكتبي. انت وصلت المستشفى؟ طيب لا خليك على مهلك على 11:30 اشوفك. وين اشوفك؟ او لا الوقت اللي مريحك 11:30 12 اي ساعة اي ساعة شباب يعني من ربع ساعة زمان خمس دقائق بتكون هناك. طيب ماشي اوكي شكرا شكرا. ما ايوه يا اولاد كملوا يا اولاد. لاحظوا انه احنا تركنا الجانجرين هاف وصلنا نتفرج على ايش؟ نتفرج على الرجل. طب شو معنى هذا انه عنده سكار هنا؟ شو بنستفيد من هاي السلافة؟ مرحب مرحب كيفك؟ مريضنا بيقدر يكون عندنا خلال 10 دقائق ربع ساعة زمان؟ طيب على بركة الله شكرا شكرا شكرا. أيوة يا أولاد شو ممكن يكون معناها هاي السكار؟ دكتور ممكن عمل كبج قبل هيك وأخذوا من هون ممكن عمل كبج ممكن وغيره. غير الكبج ممكن عامل باي باس. ها ممكن انه عنده كايت اسكيميا وعمل باي باس ممكن. طب اذا عامل كبج بنسأله؟ ما احنا مش عايزين نعرف انه هاي ليش يعني. بس هذا الفين ما بنشال وبالطريقة هاي إلا يا عامل باي باس يا عامل باي باس يا باي باس للرجل يا باي باس للقلب. كويس. وهذه معلومة مهمة جدا من شغلة سخيفة جدا. طيب غيره دكتور أتوقع عنده هير لوس بس لازم نشوف الرجل الثاني لنقارنهم مع بعض. عنده هير لوس ممتاز. غيره مش شايفين شيء ثاني بالليلند لور باسكي. ممكن نشوف الكابيلاري فيها ممكن نفحص البلسس فيها ممكن نأخذ الأنكل بريك البشر فيها ممكن نشوف السنسيشن فيها. وهلا بنرجع على الوند اتسلف إيش جانجرانس ماش موجود الكوست تبعه إما بريشر ألسر لأنه عنده سنسوري بروبلم أو كان ميض فترة فترات نايم أو عنده إسكيميا. طيب نأخذ الصورة الثانية لأنه قررت أنا أتركه ترى. الصورة الثانية بعدها اللي زيها الرجل اللي زيها. لا 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 كمان كمان اشوف لا بجزء خلينا الصورة. ايوه هاي. لا لا هذيك الاولى اللي عليها بلي هاي بلي. شو رايكم بالرجل هاي؟ الرجلين في التير بسرعة لأني بدي اسكر. مبين على الشمال في ايديمال الرجل على الشمال. أو glistening appearance signs of necrosis ممكن shiny skin
رجل يسار is wasted. في عنده the tip of the toes are dusky discolored. وفي bully which is black. مظبوط؟ الثيرد تو. وفي عنده bully موجودة على الدورز of the foot حولها شات ردنس. اجره سوولن. ليش؟ بسبب الاسكيميا فبصير في عندنا مشكله بالسيركوليشن ستيسيس اوف بلاد. اذا في اكيوت اسكيميا لازم تكون مش سوولن، تكون ناشفه ما فيش فيها بلاد. بس قول انه هذا المريض كان عنده اسكيميا وتعدلت. هاي ريبرفيوجن إديما وسويلينج وذولا they are demarcated toes but this is due to ischemia which has been treated وهذا first day post femoroblitial bypass. لاحظ الرجل الثانية واضح أنه في عنده evidence of chronic ischemia. Wasted, nail changes, dry skin, وده بتحصل بتلقى cold وما فيش pulses. وفي hair loss. أظن إنه بكفي يا أولاد. شكرا لكم. يعطيك العافية دكتور. هلا حبيبي. يعطيك العافية دكتور.